عشان تغيير الصرف بتاع الملعب والنجيلة، فكل الملاعب بتيجي فترات عشان كده اتحطت في اللائحة طب في هو فترات. ليه البند الاولاني، ليه البند الف؟ ما دام البند الف البند ب بيجب بكل الكلام اللي قبله. عشان ما يجيش واحد في اخر وقت مثلا بيلعب في القاهره يقول انا عايز العب الماتش بتاعي في اسوان، ما عايز العب في السويس، انما ما دام الملعب متاح وما فيهوش اي اضرار على طول بنوافق. الملعب لا فيه مشكله، يعني مستاد القاهره لو في مباراه في نفس اليوم مش هعدل الميعاد. مفهوم. يعني الماتشات اللي جايه لو الاهلي طلب ان نلعب في استاد القاهره وفي نفس الميعاد في مباراه لانديه اخرى ايوه مش هيوافق، تمام. انما ما دام ما فيش درباكه وما فيش مشكله. عشان كده بقول لحكم عشان كده الاداره حتى المنتخبات انه اذا رأى خللا ممكن يحصل في جدول المسابقة. فانت بتدرس عشان كده، عشان كده اتحط اذا من اداره المنتخبات. يعني اذا الاهلي قرر ان ماتشاته يفك الارتباط مع استاد الاهلي ويا السلام ويلعب في استاد القاهره، لو في نفس اليوم ده في ماتش للزمالك مثلا او لسيراميك كليوباترا او اي حد، ما هيبقى ينفعش، لا يا اهلي انت لازم ما تلعب في ينفعش، لأن السلام. في بداية الموسم طبعا كل واحد حدد ملعبه، فبالتالي مش هغير المواعيد، خاصة إن استاد القاهرة في نادي سيراميكا ونادي البنك الأهلي ونادي الزمالك، ايوه بالإضافة إلى ناديين من الدوري الممتاز به بيلعبوا على استاد القاهرة. ايوه مظبوط. طيب ماتش الزمالك وطلائع الجيش اللي كان اتنقل برضو من برج العرب للكلية الحربية، ده كان ايه ملابسات ده؟ ما فيش ملابسات، انت عارف حضرتك ان جهاز الرياضه ما بيلعبش فيه مباراتين بتوع الزمالك والاهلي، ايوه فبيجيبوا ملعب بديل في كل موسم، ايوه سواء مره في موسم كان في السويس وموسم في الجيش في برج العرب، فبالتالي هو اللي بيختار الملعب البديل. فهم بعتوا البديل بكل الحربيه، تمام. ودي حاجه مش هتضر حد، الزمالك في القاهره والاهلي في القاهره والملعب كلية الحربيه كان بيتلعب عليه طول عمره مباريات ونهائي افريقيا اتلعب عليه، فبالتالي متاح فنيا ومتاح امنيا فما فيش مشكله. تمام مفهوم. طيب اتكلمت حاج عامر الفتره اللي فاتت على قصه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، احنا دلوقتي اتكلمنا ربع ساعه كابتن هاني صح؟ ايوه يعني 10 دقايق تقريبا. 10 دقائق. ايه المشكله في الوي والسلام على استاد القاهره يعني؟ ايه المشكله في ايه؟ اللي المباراه تتنقل من هنا لهنا. انه في لائحه، يعني فالناس دور مين؟ بتتكلم على طب ما اللائحه. اللائحه ايه؟ انا كلمت اللائحه ايه؟ ما انا كنت عايز تفسيرها، لانه يعني بس انا لسه عند رايي اللائحه في انه البند الف ده ما بقاش مهم ما دام به بيجبه لا يعني. مهم في حاله زي ما بقول لحضرتك هينقل من محافظه لمحافظه جاي في وقت لازم، يعني حتى فيها صعوبه، فيها اقامه فهمت. وفيها سفر وفيها الحاجات دي كلها. طيب كاس العالم للانديه، هل بقى في تصور لشكل المباريات بعد ان هيترحل المباريات بسبب مشاركه الاهلي في المونديال؟ أقدر أعمل حاجة لما الاتحاد الأفريقي يحدد لي الميعاد بتاع يوم 10 الأهلي والقطن الكاميروني، إيه الميعاد البديل؟ الميعاد البديل أكيد مش هيبقى في وقت أفريقيا طبعا. اللي إحنا من حسابه، فبالتالي هياخد ميعاد من مواعيد البطولة، فأنه ميعاد هيروح في أنه مباراة اللي هتتأجل أنا ما أعرفش لغاية دلوقتي، فلازم هو يحدد، ايوه لأن أنا بشتغل بناء على قرارات اتحاد الدولة أو اتحاد الأفريقي. ايوه فبالتالي لازم هو يديني الاجنده، الاجنده مفهوم. في اول السنه ما كانش فيها كاس عالم الانديه مظبوط. ولا الميعاد كان متحدد ولا المكان كان متحدد، وانا كان متحدد ان الاهلي هيشارك، فكل دي اتعملت في شهر ايوه وقت كاس العالم، ففي فبالتالي تصور الاتحاد جديد الافريقي اتعمل. يحدد لي الميعاد البديل ايه ايوه علشان اقدر اعمل التصور. انا هعمل التصور، انا ما عنديش مظبوط صح. المعلومه هعمله بناء على ايه؟ بقى امتى تقريبا الدوري ممكن ينتهي؟ هل في موعد تقريبي ولا لسه صعب انه يتحدد؟ لا كان الموعد النهائي 30/6 مظبوط. اللي انا حاطه من اول الموسم، انما بعد التعديل دوت مش هقدر اقول طبعا امتى، خاصه ان الوقت دوت لو في الاهلي وسموحه في كاس مصر، الاهلي لو وصل للنهائي كان ايوه المفروض النهائي يوم 3 فبراير، هيتأجل هو كمان. فبالتالي هيتأجل مباراه الكاس نهائي الكاس، فنشوف الميعاد لنهائي الكاس. عشان كده بقول لهم الموضوع مش يعني، عشان انا اقول كلمه دلوقتي